قال رحمه الله: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. قال: نعم. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال: ويستحب التكبير المطلق. التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات، هذا معنى المطلق. المطلق يعني في كل وقت، غير مقيد بأدبار الصلوات. قال: يستحب التكبير المطلق ليلة العيد، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيبدأ هذا التكبير من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر يبدأ هذا التكبير المطلق، يكبر الإنسان إلى أن تبدأ صلاة العيد، يستمر هذا التكبير إلى أن تبدأ صلاة العيد ليلة العيد. قال: وفي كل عشر ذي الحجة. وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. ويذكر الله في أيام معلومات، ويدخل التكبير المطلق والذكر المطلق والإكثار منه في العشر في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والمقيد، المقصود بالمقيد أي بأدبار الصلوات، مقصود بالمقيد أي بأدبار الصلوات. قال: والمقيد عقب المكتوبات، يعني الصلوات الخمس المكتوبة، من صلاة فجر يوم عرفة، من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذا ثبت في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، صفة هذا التكبير المطلق وكذلك المقيد أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكررها ما تيسر له، يكررها ما تيسر له، لثبوت هذا التكبير بهذه الصيغة عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهم، ويروى أيضا بألفاظ مقاربة لهذا. فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. و مما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا أنه ليس من السنة أن يفعل جماعة، سواء بقائد أو بدون قائد. بقائد يعني أن يقول واحد أمامهم أو بين أيديهم ثم يرددون على نفس الأداء الذي هو يكبر عليه، أو جماعة يكبرون بصوت واحد يبدأون وينتهون فيه سويا، فهذا ليس من السنة. كل يكبر على حاله وما تيسر له، هذا كل، وكل يكبر نشاطه، لأن لما تكون مسألة مربوطة بجماعة تجده ما يكبر إلا إذا كبرت الجماعة. لكن إذا كان كل ونشاطه، تجد شخص نشيط وهمته عالية ربما يكبر ألف، وآخر همة ضعيفة يمكن ربما يكبر 50 أو أقل من ذلك. فهذه ترجع إلى جد الناس ونشاطهم وهمتهم، لكن لا يكبرون جماعة بأداء واحد، لأن هذا خلاف السنة. وقد أنكر الصحابة مثل ذلك، مثل ما جاء عن ابن مسعود في سنن الدارمي بسند ثابت أنه ذكر له أن جماعة في مسجد ورجل عليهم قائم يقول: كبروا 100، فيكبرون جماعة 100، ثم يقول: هللوا 100، فيهللون 100 جماعة.
فأنكر عليهم ذلك، قال ما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ يعني لا يدرك الخير إلا من يأتم بالرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.